من صدوره لا ما عليه انت قاعد والمعرفة عندها الهيالك ويا لها الفال فال السعد والرأي رأي السداد والكلمة الطيبة ما اسم عدالها النعم في زود لأن الطيلة في ازدياد لا والله لا يصح لسان من هلا وغالا أباطك متابعين بالعالم بوريكم كواليس طلعاتنا للبر الموسم اللي راح. طبعا اعذرونا أغلب التصوير كان بالطول فتحملونا يا بعد حنتم واستمتع يا صديقي. قبل أن أبدأ الفيديو هذا برعاية موقع حراج، تخيل يا صديقي أكثر من 2 مليون زائر يوميا وأكثر من 60 ألف إعلان يوميا، تقدر تبيع وتشري أي شيء يطري على بالك. جوا ما شاء الله تبارك الله. هذا ما مشى بس جاي رش مطر. شف 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 يو 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 ابو نواف كيف الحال؟ هلا شبان يا حبيبيني يو 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 هلا هلا تبارك الله الله يبارك الرعيها هالزين عشر ربع عشر حلوين يا ولد وش هالمكان الملكي وش هالزين يا حباب عبد الله هلا 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 يو حبيبي ما شاء الله كيف الحال هلا ابو نواف أجل مطر ما شاء الله تبارك الله شوفوا مطين هي شوف صلوا مطين وجعنا أبو عبد الله ها ما شاء الله جاي الرش اليوم الصبح ما شاء الله تبارك الله هذه جلستنا بهالشعيب الحلو شوفوا 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 هالطلح الكبير يا ناس أنا أدوخ على الطلح يا اخي كل ما الطلح بعض الطلح زاجك صغير عادي بس بعض الطلح لا صار كبير شكله يا اخي يلفتك راحه نفسيه هات ما شاء الله ما شاء الله انا قطعت حتسي وشوف شوف شوف اعطيكم بعد السواس اول وبعدين اعطيكم حتسي صغيره شوف هذه جلستنا شوف الطلح شوف الطلح يا اخي جمال جمال رباني الطلحة صارت كبيرة جمال رباني ما شاء الله هاي جلستنا لفينا الفرشات لأنها بدأت ترش عيني وهالقطبة على كيف كيفك يا حلوة ما شاء الله والشباب هنا موقفين بهذا أعطونا الحين بصور لكم احنا البرونكو الوجه طبعا البرونكو هذا مرفه وصاير وجهه أكبر الحين الربع الجديد هذا صار في ناس بيدخلون جمهور برونكو والرانجلر بيدخلون على الربع الربع ملون من اللي بياخذ جمهور برونكو والرانجلر بياخذون الربع ملون الرمادي الفضي هم اللي بياخذونه شو خشته ما شاء الله طبعا برونكو ما شاء الله هذا مرتفع لانه معدل مرفوع وكفرات عليه 35 ما شاء الله هذا خيمة المطبخ يجهزون الشباب الطبخ الغداء أنا مطرب عبد الله الله يبارك له أنا باري مطرب عبد الله شوف 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 هذه الخيمة النفخية ناسي هاي تحفة تحفة التحفات يا زينة تنقل تودي على كيفك هذه جلستنا كان يرد الروح وجو يرد الروح لا ولا عن اللمبات وصوروا لك قطبة على كيف كيفك حتى سعره معقول ما شاء الله ما شاء الله أوه حبيبي يا ناس القطبة يا هي جمال طبعا القطبة اللي ما أعرفها خشب
اللي ما هي قطبة تجيك حديد. شوف 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 الطلالة الطلالة. أنا عندي هذه ولا بالمالديف الطلالات. كرفان واحنا مرة مرتين خير تشر والحال ان شاء الله. ايه يا معرعر عرعر يا ولد، هم جم من حائر ولا من الرياض الف ما ادري كم يا ويل قلب يا حلوه كالاجواء يومك الربيع ربيع 35 خيال كالفقع وكالونايس يوم الجيك سار الله الدنيا لو يدرون لو وريهم جيك سار ونزال تصور هذاك هذاك يا انفجر تفجر هذاك شوف هالمنقل زين رحت ما كملت يومين ظاهر ها رحت فجر مره كل ويكند كنت اروح ويكند كل ويكند اروح ويكند وارجع ما كملت ويكند بعد اي يوم ونص اي رحت لهم كان رحت لهم فجر الجمعه نمت ليله ورجعت لا صارت اجواء زينه تم غط والله لو 2000 كيلو ان شاء الله. تخيل يا صديقي جلسنا 3 ايام ونمنا ليلتين اغلب الوقت 99% ما شاء الله تبارك الله يا مطر يا غيم يا رذاذ يا مطر خفيف انبسطنا اجواء خرافيه اجواء روعه من احسن ما يكون استمتعنا صراحه واطلق طلعته وتوفقنا به بالموسم هذا كله الطلعه هذه. طبعا هذا المكان جنوب حائل اسمه شعيب بزاخه. مساقيه هنا وممطر مبهر عاد وبروق تهشى ممزونه فالوطالين يغرقها عقب سيله العشبي تعال. الاجواء الزينه يحصل لنا انت وجه عاش البي اف عاش البي اف يا ناس. دقيقه دقيقه هيثم دقيقه مصور الاشهب عاش عاش محط طلحه الريال رب وسترك ما شاء الله عاش المزني عاشو روح الله يستر عليك. يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله يا ابو عبد الله شعبان تمشي شوف ايش رايك شفت هالاجواء وش اللي ما ادري ايش اللي نفج زط غرب التصويره يا فهد وين والله يا فهد امك تحب العفويه ما انا حاذف والله ما حاذف والله يا ورجع ريو وش انت مركب وش هذا من هذا ترى مركب يا عيال من عند هالذيب وش ذا هذا عطنا بالله وش سلفته هذا وش هذا لغد احمر وش يصير يسالون في سنادم وش ميزته كمبيوتر هو يرفع البوست ويعدل البنزين والشراره بحيث انه يعطيك احسن زياده اذا رفعت البوست ضغط الهواء اذا هو مثلا يعطي 10 بي اس اي فهو بيعطيك 15 بي اس اي يعني ما شاء الله هذا مع الانتيكات بدون حتى كزوز يعطيك 50 حصان اقل شيء زياده بس غير الاستجابه وتقدر تطفيه وتشغله من الزر ذا وبرمجه يحتاج ولا؟ ولا شيء ركب وامشي عندك 10 دقائق وانت ماشي والاسعار؟ ناسي والله نبي خصومات للمتابعين ترى يحبون ذي الحين ناسي انت راهم يحبون الخصومات والله تستاهل ابشر خلي رمضان ابشر يلا يلا جل مشي حديده عاش ها؟ لا لا عاش برونكو الاصفر عاش طبعا ما يحب الظهور الذيب ابو خلف منورنا. اليوم الثاني قمنا الصبح بدري وحركنا الجنوب حايل نبنمر
على قرية سرة بنمر شعبان العش وتشوفون الشعبان هناك ماشية، ولقينا دينا مغرز هناك وطلعناه وسحبناه بالشاص، في مقاطع كثيرة له انتشرت. أبيكم تستمتعون، كمل الفيديو يا صديقي، والف جي تعلق وسوالف بتشوفونه. شعيب بنت قهابة حقبة يبغير مكان برا ان شاء الله. يا حبيبي يا دازل ابعد حي والله يا عبد العزيز محن، عسى الله انه سكب هالموتر سكبه بهالستكر والتكحيلات اللي باللون الاسود طالع تحفه. هذا كفرت الجنود اللي دائما يسألون عنه، هذا مركز 4x4 جنود فوزن وجنود وكفر جنود فوزن والكفرات كفرات بيف الجنط مقاسه 20 ترى منزل هيدروليك عشان الهواء بس. وزينته ما شاء الله تبارك الله حصى الى الحين بسعد مو حصى اللي تبي اقوى شيء لا انتبه ما نحقت عاد احجار وما احجار سنهن تحمل. هذه جلستنا ابو خلف منور والله حبيبيني والله. بعضهم يقولون شلون يا بندر بر جسم كراسي رطرط الارض رطرط تضغط كذا يطلع ماء طيب. الله هذا حق الرماية وحطب قرم الله يبيض وجهه ابو شكران وبراك والله حبيبي هالوجه ايش رايك بهالاجواء مسكين اللي خبر خبرك خلي ينفعه يسمع الحين شغل دوك الشغل العمر يقضي والشغل ما يقضي. البارح سائل هالشريف هذا البارح صلوحي شلونك حبيبي والله طير شلوى تعال تعال مزني ومالك عجزت لا فرق بينهم ها هذا اللي طلع بالمقاطع بالله قرب له قرب له المسكب حتى الفروه نفس اللون اشو مبدلين الوان ثياب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هبيت بالمتابعين يكتبون يقول يا ولد هذول شلون واحد يسوق الموتر بنفس بعض ابو معاشي ابعد حي هالوجه طير شلوى هلا هلا بالذيب النية الربع جل يا حبيبي والله. اهم شيء اللون وشو بصار الرمادي انت بالرجال يقنع يقول بيج هج بيج والابيض ايه بعد هذاك تكون خشة مرسيدس ما شاء الله والله فرق والله. حتى اخوياني كلهم قالوا بندر وين الرمادي بس قلت حنا نبي نغير عشان نرضي جميع الاذواق والبيج عاد ما هو متوفر عندهم التجربة عاد كلنا ذوق وفي ناس يبي ابيض وفي ناس يبي بيج قلت لازم نشكل لك كنت قهوة بعدين بغير المكان ان شاء الله. هالشيب ظاهر من على كبره ما شاء الله على كبره شوف ربي يا اخي منين طلع هذا عامله 50 سنة ها حتى طلع منه صورة هذا بو صور هو ولا ما بو الا تطلع صورة جاء بدون صورة ما بو ايه هذا ما يعرفون الا جيل الطيبين جيل الايباد والله ما يدرون وش هذا اطلق شوكولاتة بالحياة اول هذول متعلقين بس عاد ما يتعلقتن قوية نبي نجرب الحين واير ابو عبد الله مركز 4x4 بنجرب هنا بشاص الديزل بس سحب لازم الدبل الثقيل
عشقت الدبل ثقيل الذيب. ما تولع لمبته ترى. لا لا هاي لمبته. وين تعشيه؟ ورنا الدبل ثقيل. هذا الخفيف. ايوه. امسح. تسحب فوق ايوه. ايوه. هنا. سروال على اللمبه الخضراء. ايه زوم لي اعوذ بالله زوم لي. ترى الدبل الثقيل والدبل الخفيف كلن لمبه واحده. ما يطلع لمبه ثانيه بس هذول ما تدري هو ثقيل ولا خفيف بس اذا انت عشقته. مظبوط. على شوي شوي على الاشهب هيثم ها؟ رفق عليه. كم؟ يلا ادعس ادعس. دقيقة اصبر 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 في شيء في شيء. دقيقة. ايه لازم ندفلك. دقيقة يا مدير بالله دقيقة. العادة ها. ده يلا يلا نبي الدفلك ها؟ تبغى الدفلك؟ لا طقه كامل اربعة. من اللي كان عنده وايد؟ صالح الركب صاد والله يلا عطه لا يلعب بتركسون الذيب قل له يدعس قدام قل له يرس قدام صالح سيدة سيدة لحظة 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 يا دم يا صالح سيدة شاب روح شيء ثاني استر عليه شوفوا بالنسبه هو الكفرات انت بغيت بالون حط قاعده عندك زي هذا ابو زلق او طين او شيء وهذا لا ترسمها واهن لانه يجي يدرون بوش بسرعه حط من الحين 20 بوريكم الحراره عقب الشد هذيك بيروحون يسمونه بعد شوف كم حرارته ما شاء الله تبارك الله على شوف شغلين الدبل ثقيل والدفلكات نسمها قدام هلا بالطربة هلا 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 الغوا هلا الوجه لعبة تنقل الشعبان وين وشارك طيب شلونك شو اخبارك شو فهد شك طيب ما شاء الله على الاجواء اجواء لندنيه اي والله انا اقول له عيال سان فرانسيسكو موسكو موسكو اللي شوي كذا كذا بصبع طقت له هذه يا حبيبي ما شاء الله والله هل تشوف شوفت عينك لقينا هدينا كم طن بالله كم طن هذه؟ ثلاثة طن هدينا الحالة ولا مع لا بدون بدون ثلاثة طن
بقى نقول ان شاء الله باذن الله طلع الا شوي بس اصلوحي وجه النكبه لا فندرك سوني سار الذيب ذبحوا البرد واحد يعلم عشان اذا بيدعس ها عثمان قل له امشي لا يلف تركسون الحبيب عدل ها بس بس يلا صالح روح قل بسم الله عدل عدل لا يلف لا يلف بس 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 سلوحي عبلت بدرك سود تلف يمين يسار بس وقف 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 خلاص خلاص اصبر طلع من هنا اصبر ناس من السم هو كفرات هذا كم هوا ناس من السم الله يعطيك العافيه حبيبي انت ما سوينا شيء يا مال الغنات يا مال الغنات وليس يلا يا بعد حي هذا خوينا الله يحفظه ملك عناد اقول له طين هنا يقول لا الا بطلع من هنا يبي يجرب التورك جرب التورك الذيب طبعا ابو عبد الله اليوم احنا برعايه واير 4x4 اه طنزت الحق لعيب ايوه يلا خلينا نشوف 4x4 طيب اصبر خلينا نجرب الانظمه خلينا نشغل بعض الانظمه ابد صار وشو مجرب الدبل ثقيل ما بحين يعلق حق وضعية القيادة ايه لا لا بس 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 يا وينش ها فور باي فور نتل ولا عادي والله انت ضميرك حسب طلبك يلا ورنا بس بشرط بيك تروح تصور فكرة العقدة هذه ايه؟ يلا وش بالعقدة شوف ها بلا ورنا هذا مختوم صح ايه احنا نبغى نركب الواير اول مو بنجيب القفل الحديد الا اللي لنكسر ايه على طول اما بابك ينهشم ولا ايه قدر الله اه يصير واير يا سلام يلا عدل 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 ابو سعود ها اصبر اصبر يلا عاصم اليوم يوم السحب العالمي يلا وصورك بالعرض فيها بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طب بالك يا صديقي اي سياره مو شرط برونكو اي سياره وضعيات الكهرب الدبل الخفيف الكهرب الاشياء الكهرب لازم تشغل كل شيء قبل لا تدخل المكان الغلط قبل لا تدخل المكان الصعب يعني خوي انا ما شغل لا دبل ثقيل ولا وضعيات ولا اي شيء دخل بالدبل خفيف وتعلق عشان كذا يوم جاي بيشغل وضعيات ما اشتغلت بعض الوضعيات بعض الحين تصير علشان المويه تصير بعض الاشياء فانت خلك حذر وشغل كل شيء قبل لا تدخل المكان الصعب ايوه هذا الواير طير سلوى كم سعره نتلة كم سعره وشي؟ 345 ريال يبيله خصم عقب هالنتلة لا يعني ارتفع سعره كذا ومقرن شرب 100 حبة كذا بالله باذن الله بعد اللي شفته كم هل بالله انت بحكم خبرتك ايه ما شاء الله 35 سنة سحبات ايه فيه واير تقدر تلبس زي كذا لا
لا اقصد الويرات العاديه ولا في مرن الاولات. هي 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 هذه 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 عجبتها هالسالفه هذه بدون القلقلص الحديد هذاك اللي يخرع اللي يجب يسحبون. بس دقيقة الحين بالله خلي وري تعال تعال اشبكوا بالله اشبكوا ابو عبد الله خلي بشوف شلون يصير. انت بس بوريهم طبعا هذه برضو نفس المرونة في هذا الشيء مزبوط يعني ها الحين هذه ها اصعينوني تحمل الشد. الله الله شوف زي كذا توسع. اوه يا سلام وتفتك من الحديد وكلش صح؟ اي شيء مكان عندك مختوم ما يشبك فيه ذا ديرك تحط هذا. يا سلام يا سلام مش الشعار ذا. اوه والله هذا مش ميزة النت لا تو في الواير المرن. اي أيوة والله كيف انت ما تخاف على موترك ترى يساحب بالخفيف بدون اي دفلك بدون اي زحمه ما شاء الله. بس اقصد زي ذا التغريزه ما تقدر تطلعها بسحب عادي لازم نتل نتل عشان متعلق. لو تخير تنتل بالواير اللي بدون اللي مو بمرن اي اللي هذا يا ينقطع يا ينقطع وبوف. ايوه دايم زي اللي نجي يا تضرب بالواير يا عندك الجير ولا الدفرنس. ما شاء الله تبارك الله. كم النسبه حقنا؟ النسبه 25% هذا وجه النكبه اللي لف دركسون ادينا. انا اللي طلعتها اي لف دركسون ادينا كاو ايوه وين بحلقي يلا نبي تبدا ابو سليمان وين ضبط وانا يلا الشهب يلا تبدا بس طلعت يلا انت انت روح ايش تقول الحين لا هين ما شاء الله ما يعلى عليه تو نتل فرق شيء تشوف الموتر وقف ولا هزاع لا لا هذه ميزة الواير. صور 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 ها ايش تقول؟ كيف النت اللي تو تقولها تنتل؟ ريحه والله ما دريت صح؟ احسبها كذا انا خبيتك الشاصي لا هذا الواير المرن كذا ميزة مرن 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 ما ادري لا اقدر ما اقدر تحتاجها في الشيء المختوم تكون مسكر ما تقدر افا منو هذا اسمه رفيد زين هذاك يا رب سترك يا الطين دايم خذ ببالك حط ببالك لا جيت بتدخل تبي تدخل جرف تبي تدخل طين قبل لا تدخل شغل نظام نظام الزحف ما هو نظام الزحف شغل الدبل الثقيل وشغل هذول ما ابو دفرك ما ابو دفرك امامي شغل حق الطين شغل نظام حق الطين وادخل لا تحاول انك تد اول شيء تغرز وبعدين تشغل ليش بعض السيارات ترى مو شرط عشان البرونكو بعض السيارات اما هو الانظمه هذه كلها كهرب بعض احيان اذا جاه ماء اذا جاء طين ولا جاء شيء ممكن راح يتعلق ما تشتغل او تهنق او شيء تحط ببالك ادب تقول انه بندر طيب الموتور مجهز من الى المفروض انه ما يهنق ويعلق طبيعي طبيعي بنادم بعد يمرض وش هذا حديد كهرب شيء يصير بو شيء ولا هذا طين ولا ما يقفل بعض الاشياء بس انت خذ احتياطك شغل اللي تبي اقبلت نم طين شغل نظام الطين الزحف حق الطين نظام قصدي وضعيه الطين جيت صخور رضم كبار شغلهن كل شيء شغله قبل لا تدخل رفيد انا دخل الظاهر حتى الدبل خفيف ما شغل وتعلق هنا بهذا الطين يطلع الموتر ما في شيء هذا سهل بس انه مشكله انه طين الطين ما يعرف كيري ميري ابد على ما قال انه اذا يبي لك تنسيم هول كفرات اذا اضطريت يعني يبي له دبره شوي بس ما شاء الله تبارك الله زحمه كراسي ما شاء الله تبارك الله ما هو وقت فرشاه تبد تطينه يلا يلا بنصلي يا بعد حي ما شاء الله تبارك الله يا هي برد الله يا هبر الله اكبر لا اله الا الله ترسية الفضية الدرجة العليا لا اله الا الله الف من ذكره اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد يا رب لك الحمد والشكر على هالنعم وعلى هالخير يا رب يا كريم يا حي يا قيوم بهاليوم الفضيل انك ترزقنا وترزق متابعينا وتحقق لي وتحقق اماني كل متابعين يا رب يا كريم يا حي يا قيوم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لا اله الا الله يا رب لك الحمد والشكر يا وش مستمتع
قسما بالله موسكو يا رجل والله اجواء خرافيه. يا ربك الحمد والشكر يا رب لك الحمد. الله لا يغير علينا يا رب لك الحمد. هلا 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 هلا. اوه يا شهبي شوف والله يا حك هنا الجو حك طبعا عشان اذكركم يعني سكاكين الرمايه قطاع الرمايه حبيبيني قطاع الرمايه. شلون الجو معك الذيب؟ حكك حك؟ تمغيط خطوط وغرز وطلع لا تطلع. مشهد. يلا يلا يلا. طبعا هذه اكثر واحد يضبط ابو سليمان. الحين الشهبي ان شاء الله وصل 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 95%. روح روح. براء ثلج ثلج علينا دفور من البرد برد جمور. ايه يلا 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 تعطل روح روح ابعد حي. يا ابو تخبر رباح عند ابي عاد عاد يا زين الريح زين يا ربي دخيل ليت الريحه تخش جوا بس. ايوه ثاني ياكلوا يتغدون معنا متابعين. ما شاء الله ما شاء الله. هلا ابو نواف منورين. ابد ما صار في اكشن اليوم ابد ابد ولا جرينا دينا ولا احد غرز تعلق هنا ولا شيء. هلا هذا سر النكهه هذا اللي يهبلبك بس لازم تازنه صح. هذا دبس الرمان ما شاء الله ما ادري من طلع منه هلمه. شالها بشالها بواحده ثانيه ذيب. هو كبده بنكهه الشعيب ابوك يا الحبيب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اعطونا الصحن اعطونا الصحن وين الصحن يا شباب. على الخير وعلى على هالنعمة يا رب لك الحمد. الله لا يغير علينا اللهم زد وبارك. هلا 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 بالغالين. اللي ورا ما يحب الظهور. هلا والله هذا يا الله شيء والمثله هذا يا حبيبي. شوف الطير ما يعرف ما يعرف احد. شوف ما تهيون بالطير. لا شوف انا واقف وقع الحزم عشان انزل لك من سنابات الرسالة ضعيف. شوف شوف ترى الضباب مع شوي رذاذ. شوف الجو يا رب لك الحمد. شوف شوف شلون تجي رذاذ وبخار جو خرافي يا رب لك الحمد. اصبحنا واصبح الملك لله. ما شاء الله يا الاجواء ما شاء الله. شوف 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 شوف. طبعا هذه اغراض الرمايه من فرشات اشكال والوان عاد عارفين انت ما شاء الله الرمايه غني عن التعريف. تبي كراسي اي ار بي تبي الكرسي هذا الاحجام الكبيره تبي هذول بهن تحمل هذول مع قوينا ما شاء الله لهن حول سنتين وثلاث بهن تحمل من احسن ما يكون. تصبخ بهن تلبخ بهن ما عندك اي مشكله. وساع تحمل الاوزان الثقيله هذاك مرتفع تشوفونه وهذا انزل شوي وهذا عندك حق اي ار بي بعد. كل واحد له طريقه بالصفطه. تبي مدات بعد عندها شواخيف ودبات الغاز باشكال والوان. هلا بريد هذول يا زينه هلا بريك.
والشنطة هذه. هذه أنا من الناس اللي بس شلوا واجدح وتخبروا وقتها اللي يشلون واجدحوا عشان ما تكسر. خلوا بريك بنفتح الحين. لا افتح لنا شام. شوفوا شوفوا هلا باريكيو أزين ما يعني أنت معارفين ما يحتاج. الرماية غني عن التعريف ولهم سنين من خلقة الدنيا هم موجودين. شوفوا شوفوا بالله شوف حتى بريقها من أجود وأنواع البريق. تبي يا بريق تبي دلال بعدين خيارات كثيرة أشكال والوان. ادخل بس الرابط حقهم أنا بسوي لهم منشن. ادخل على حسابهم وظفه الطاولة هذه من عندهم. شوف كل شيء هذولي أغلب 99% أغراضي من عندهم. شوف 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 هص هص راح شوف مبطن. شوف شوف شلون تبطين حامي أغراضك يضبط أمورك. بلا ورا حقات قهوة افتحها. شوف حقات حفظ قهوة يا أخي شغلة هم يفتح النفس شغلة هم يواجه. تبتكشخ بعزبة تبتكشخ بغراض لا تتعداه. ورن هذاك بعد العلبة. شوف هذا حقت قهوة حتى حفظه بعد من أحسن ما يكون. شوف فتح وتسكير وكلش. ورن بعد خلنا نشوف قدورها. وهذا هذا يا زين أنا جايز لي هذا. هذا تبتحط بي يلا يلا هذا تبتحط برغفان تبتحط به شو اسمه طعمة تبتعطي أحد بالله نزل تفهق لأحد غدا تفهق لأحد شيء. أشكال وأنواع قدور عندهم دبرتهم الزينة الذرايات كلش كلش ما شاء الله تبارك الله. شغلهم ما يحتاج أنتم عارفين واحد الرماية. الكراسي بعد عندهم هالكرسي هذا خفيف للناس اللي يبون طبعا هذا يتحمل متوسط الاوزان ما يصلح الاثقال ما يصلح لهم اثقال زي اللي انا صورت لكم قبل شوي اللي يتحملهم هذول اخفاف حتى بصفطين يصيرون اخفاف وكل شيء. شوف ما شاء الله شوف هذول يتحمل لنا اوزان اللي متعافين ما عنده اي مشكله لا يتعدى خفيف يلا يصوتون الشباب افطره. وهذا بعد هذا بعد يا زين وسيع ومريح وخفيف. هذا بعد هذا شيء جديد من عندهم هذولي من أول عندهم. والثاني حقي يا ربي لا تعدها شغلهم صراحة يفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. هذا بنروح نفطر يا رب سترك يا الحميسة والله يا ريحته مسك يا شيخ. طبعا هذا صحن ترى صحن الرماية لا حضرنا هنا وخلصنا بصوره لكم حبيبي خلاص بنمشي. تخيلوا توهيقة الشاص الشباب خذوها عشان بيدخلون اختيار الصبح وناسين انه ثلاثة ارباع قش انا كان موجود بالشاص. هقول عز الله انه عز يا اخي يلف قش ما شاء الله لف مو طبيعي. عاد الحين توهقنا الف عليك الذيب ترى سناب عام يحسبه خاص الذيب ها علمه من الحين عشان ما تقول احذف لا تحذف الف ولا لا سكر الذيب سكر. عبينا بهالمؤتر وشوفوا شو هالمؤتر لأنه ليش رجعناه للاختيار لا الربع والشاص باقي شغل وباقي دراجة بنركبهن وأشياء كثيرة. عاد إن شاء الله بيخلصونهن الشباب خلاص بنمشي بنودح المكان الزين يا حبيبي. السلام يا أبو خلف مع السلامة أبو عبد الله أبعد حي في خطة جاية ما يدرون الشباب براك حبيب قلبي ودك تجلس ولا ما ودك والله شوف هالأجواء. والله شوف فقدنا الشمس يا ناس والله فقدنا الشمس الحين زابنين جانا مطر بعد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. فحت قبل شوي وبعدين رجع شوي ضباب مع مطر يا رب لك يا رب لك الحمد الشكر. والله انا ما ودنا نروح بس ايش اسوي ظروف. مع السلامة يعطيكم العافية ظروف الشغل والكرف الله يعيننا بس